اهلا بيكم اعزائي طلبه وطالبات الثانويه العامه في اولى المراجعات بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه والتعليم، ودي تعتبر بديل عن القافله التعليميه اللي كنا بنلف فيها مصر كلها. ان القافله التعليميه السنه دي الكترونيه عشان انتوا عارفين جائحه كورونا. معاكم استاذ عبد الرحمن غانم استاذ جغرافيا. المنهج بتاعنا السنه دي كلنا عارفين ان هو جغرافيا السياسيه. احنا عندنا 14 درس، الامتحان بيجي بالتوازي بين كل الدروس، مفيش حاجه اسمها في درس ما يجيش منه اسئله. طيب احنا عندنا اول حاجه الدرس التمهيدي اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. الماده بتاعتنا اسمها جغرافيا سياسيه. انت في نهايه المنهج ده هتعرف سياسيا انت فين ومركزك ايه على مستوى العالم كله. هو حصل فيه تغيرات على مستوى العالم، ومن ضمن التغيرات اللي انت درستها وعارفها دي عندنا حاجه اسمها ثوابت. يعني ايه ثوابت؟ حاجات ما اتغيرتش وما بتتغيرش. دايما الجغرافيا خاصه الجغرافيا الطبيعيه ثوابت. الجغرافيا البشريه بتعتمد على احداث تاريخيه، خاصه الجغرافيا السياسيه. انت عندك دوله زي الاتحاد السوفيتي انفصلت ل 15 دوله، دوله زي يوغوسلافيا اتفككت، الكلام ده كان في نهايه القرن العشرين في التسعينات. المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه انتوا عارفين ان هي اتقسمت الى المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. في التسعينات ايضا من ضمن التغيرات اتوحدت عشان تبقى المانيا الاتحاديه. السودان اتقسم الى السودان الشمالي والسودان الجنوبي. اليمن كانت فيما قبل يمن شمالي ويمن جنوبي، اتوحدت في بما يطلق عليه دولة اليمن، وهكذا. في تغيرات حتى في قوى على مستوى العالم كله، كان مثلا امبراطوريات اختفت، وهنعرف ان اخر امبراطورية اختفت كانت الامبراطورية العثمانية، خاصة اثناء الحرب العالمية الاولى او ما بعدها. نشوف الدرس الاول اللي هو الدرس التمهيدي كأول مراجعة، اللي هو النظام الجديد اللي احنا معتمدين فيه على الاختيارات بنتعدد وأسئلة صح وغلط. نيجي على أول سؤال في الدرس التمهيدي اللي هو تمهيد للمنهج عندي. أول حاجة عندي اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. السمة الرئيسية لخريطة العالم على مر العصور، على مر العصور، هل السمة الرئيسية للخريطة بتاعت العالم الدول نفسها، هل السمة الرئيسية حركة واضطراب، ثبات واستقرار، استقرار وحركة، حركة وثبات؟ بص، كلمة الثبات دي تعني أن خريطة العالم عمرها ما كانت ثابتة، يبقى به غلط. طب استقرار وحركة؟ طب ما الاستقرار يعني الثبات، ده برضو غلط. الحركة والثبات برضو عندي كلمة الثبات، يبقى هي كانت دايما خريطة العالم على مر العصور زي ما اتكلمت معاكم دلوقتي هي حركة واضطراب، لا اختفاء دول وظهور دول، اختفاء امبراطوريات، ظهور قوى عظمى الى اخره. اثنين، اذا شهدت دول العالم زياده في عدد الوحدات السياسيه على خريطه العالم، ذلك بيدل على زياده عدد الوحدات. يعني لما اقول مثلا العالم كان عباره عن 200 دوله بقى 205 او 207، طب ده بيدل على الاختفاء ولا اندماج ولا اتساع ولا انقسام؟ اكيد انا سامعكم هيكون في انقسام. يعني مثلا لما اتكلم على الاتحاد السوفيتي كان دوله واحده بقى 15، معنى كده انقسام، اذا عدد الدول زادت. ثلاثه، يعد اتحاد دولتين في دوله واحده، الدولتين اتحدوا في دوله واحده، ده دليل على التعاون الدولي بينهما، تغير خريطه العالم، ثبات خريطة العالم، ظهور دولة جديدة. بص تعال الأول نستبعد، أنا عايز أقول لكم نصيحة يا أولاد، أي سؤال في الاختيارات في أي مادة خاصة عندنا في الجغرافيا لما يجي لك أربعة في الاختيارات، حاول بقدر الإمكان أول حاجة تعملها إنك تستبعد إجابات. هتحصر إجابتك في سؤالين، وأحيانا لما تستبعد إجابات بتيجي معاك الإجابة الصحيحة. طب انا عندي اتحاد دولتين ما في دوله واحده، ده معناه هيكون في، هستبعد عندي التعاون الدولي بينهما، خلاص
هستبعد ثبات خريطة العالم، لأن في عندي اتحاد دولتين، يعني تغير، في عندي تغير. أنا حتى كمان قلت تغير خريطة العالم وظهور دولة جديدة، ممكن يكون عندي ظهور دولة جديدة زي ما بتكلم على ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية اتوحدت في دولة واحدة بما يطلق عليه ألمانيا. من الدول اللي اندمجت بخريطة العالم هي اليمن، بنجلاديش، روسيا الاتحادية، إيران برضك لسه قايلها حالا، اليمن كانت يمن شمالي ويمن جنوبي. حتى ممكن يجي يقول لك أنا عندي في الوطن العربي حاجتين ضد بعض بالنسبة للتغيرات. السودان انقسمت لسودان شمالي وسودان جنوبي، اليمن اتوحدت في يمن شمالي ويمن جنوبي فيما يطلق عليه اليمن الاتحادية. إذا شهدت خريطة العالم السياسية نقصا في عدد الوحدات فإن ذلك يدل على كلمة نقص، معنى كده أنها يكون في إيه؟ اندماج. يبقى السؤال ده هيكون عكس السؤال رقم 2. هناك في السؤال رقم 2 بيقولك لو في زيادة في عدد الوحدات، وهنا يقولك لو في نقص في عدد الوحدات. يبقى نقص عدد الوحدات هنا معناها هيكون في اندماج دول مع بعضها. السؤال اللي بعديه، أكبر الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي بعد روسيا هي. بص، الاتحاد السوفيتي اتقسم إلى 15 دولة. الاتحاد السوفيتي فيه منه دول مستقلة في قارة آسيا ودول مستقلة في قارة أوروبا. وريث الاتحاد السوفيتي السابق هي روسيا، ودي أكبر دولة في العالم من حيث المساحة اللي هي 17.6 مليون كيلومتر مربع. كان في برضو طالب يقول لي هي روسيا دولة آسيوية ولا دولة أوروبية، مع أن جزء روسيا كله في آسيا. طب إزاي بنقول أن روسيا دولة أوروبية؟ لأن أنت عندك قارة أوروبا نهايتها جبال أورال، العاصمة موسكو بعد جبال أورال في القارة الأوروبية. طالما معلومة هي، طالما العاصمة موجودة في قارة أوروبا تبقى الدولة أوروبية. يعني مثلا لو أنت عندك في مصر هنا عاصمة مصر العريش، تبقى مصر دولة إيه؟ أقول لك آسيوية، لأن سينا في قارة آسيا. أكبر دولة في الاتحاد السوفيتي السابق روسيا، تيجي بعدها دولة كازاخستان. طب كازاخستان موجودة في الجزء الآسيوي ولا الجزء الأوروبي؟ في الجزء الآسيوي، وهي جنوب روسيا مباشرة. يبقى أكبر دول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي بعد روسيا هي كازاخستان. العالم، احنا عندنا أربع علماء، خلي بالنا بالأربع علماء دول كل واحد فيهم له فكر. أرسطو، ابن خلدون، فريدريك راتزل، رودلف كليم. في اتنين متفقين مع بعض، في اتنين بيتكلموا عن دورة حياة الدولة، راتزل وسمع واحد بيقول لي فعلا وابن خلدون. الاتنين اتكلموا عن دورة حياة الدولة، راتزل قال ميلاد، نمو، وفاة، ابن خلدون قال نشأة، ثبات، نضج، اضمحلال. في واحد عكسهم كلهم، مش معترف بحدود الدولة، رودلف كليين السويدي. أرسطو ما تكلمش عن تطور أو نمو الدولة أو توسعها، اتكلم عن مقومات وجودها، اتكلم عن عناصر وجودها الخمسة اللي انتوا عارفينهم. يبقى العالم اللي تناول في دراسته تطور الأمم ونشأة الدول وأسباب انهيارها، وأسباب انهيارها، اتكلم عن السبب هنا، هو أرسطو، ابن خلدون، راتزل، كليين. هتلاقي ابن خلدون، وهو احيانا كان يقول لك من فيهم العربي، احنا عارفين المسلمين ساهموا في تطور الجغرافيا السياسيه ومنهم ابن خلدون، لكن اللي اثروا في الفكر في تطور الخريطه السياسيه هم علماء من قاره اوروبا. لما بنتكلم عن راتزل، ما بنتكلم عن رودلف كليين، لما اتكلم حتى عن ارسطو كراجل يوناني، يبقى ابن خلدون، لان ابن خلدون قال ايه؟ نشأة، ثبات، نضج، اضمحلال، يعني انهيار. العالم الذي يرى أن الدولة لها أعمار طبيعية كما البشر وتنبأ بزوالها هو جيم راتزل، لأن راتزل هو اللي قال زي ما قلت ميلاد، نمو، وفاة، وتلك القاعدة تنطبق على البشر ككائن حي. العالم الذي يرى أن حدود الدولة السياسية ليست نهاية الدول ولكنها محطة لطموحات الدولة هيكون أكيد مش راتزل ولا أرسطو ولا ابن خلدون، هيكون رودلف كليين، لأن ده توسعي،
بيعتبر ان الدوله هنا كائن حي تتوسع على حساب الدول المجاوره. طيب، يرى ارسطو ان اهم العوامل المؤثره في قوه الدوله او ضعفها تتمثل في الموقع الجغرافي، الحدود السياسيه، العاصمه والجيش، المقاومات الجغرافيه. اكيد هتكون المقاومات الجغرافيه. انا اقول لك ليه. هو ارسطو قال الخمس عناصر بناء على قوه الدوله ايه، او اللي بتؤدي الى قيام الدوله ايه؟ عاصمه، جيش، حدود، انسان او الموارد البشريه بتاعته، والاقتصاد. فانا عندي المقاومات بالنسبه اللي بيتكلم عن الاثنين من ضمن الخمس عناصر في عامل طبيعي وعامل بشري. فالعوامل الطبيعيه والعوامل البشريه الاثنين بيطلق عليهم مقاومات جغرافيه. السؤال اللي بعديه، تنتمي الشخصيات المؤثره في تطور الجغرافيا السياسيه لعلماء تابعين لقاره، قايل دلوقتي حالا قاره اوروبا، لان العلماء اللي احنا اتكلمنا عليهم الاربعه فيهم ثلاثه اوروبيين: رودلف فيكلين سويدي، ارسطو يوناني، راتزل الماني. 12، تعد هيمنه امريكا كقوى عالميه جديده انعكاس لصوره حياه الدوله لابن خلدون في مرحله، خلي بالك من السؤال عشان برضو احنا ممكن نستبعد هنا، هيمنه امريكا كقوى عالميه جديده ده انعكاس لصوره حياه الدوله لابن خلدون في مرحله ايه؟ نشاه، ثبات، نضج، اضمحلال. اكيد انا سامع حد يقول لي نضج، وده كلام مظبوط، لان امريكا نشات من 500 600 سنه، ثبتت كدوله الولايات المتحده الامريكيه، نضجت اصبحت قوه عظمى، ما جاتش ما وصلش ليها مرحله الاضمحلال. انا ممكن اطبق الاربعه دول على الاتحاد السوفيتي. الاتحاد السوفيتي نشا عام 1917 بما يطلق عليه الثوره البلشفيه. ثبت الاتحاد السوفيتي بعد ما عمل الكونفدراليه وبقى معاه ال 15 دوله. نضج الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى وقوة نووية. وقع الاتحاد السوفيتي، تعرض للانهيار، اي مرحلة الاضمحلال، ودي كانت في التسعينات من القرن العشرين، اوائل التسعينات بالاخص سنة 91. التداخل بين الجغرافيا السياسية وعلم الجيوبوليتيك ادى الى الاثنين اعتقد البعض انهم علم واحد. ده ادى لايه؟ هل ده ادى الى نشر السلام الدولي؟ ده انا عندي الجيوبوليتيك اصلا عدواني هنستبعدها. قيام الحروب العالميه ونركز في دي، احلال الاستقرار العالمي، نشاه التكتلات الاقتصاديه، التداخل بين الاثنين. لما اعتقدت المانيا واخذت مفهوم رادز الخطا وبدات تتوسع على حساب الدول المجاوره، اخذت مفهوم الجغرافيا السياسيه خطا. معنى كده ان هي سلوك عدواني، عدواني يعني حرب. يبقى رقم ب، قيام الحروب العالميه. 14، يرجع الخلط بين الجغرافيا السياسيه والجيوبوليتيك لاسباب اقتصاديه، ايديولوجيه، عسكريه، حيويه. اكيد الخلط بينهم هيكون لاسباب حيويه، اللي هي التوسع على حساب الدول المجاوره والتي اعتقدت انها المجال الحيوي لها. يبقى المجال الحيوي هو حدث الخلط بين الاثنين. 15، اذا ارادت انجلترا استعاده مجدها الامبراطوري فانها سوف تركز على علم جغرافيا السياسيه، علم الجيوبوليتيك، الجغرافيا الطبيعيه، العلاقات الدوليه. الله، انجلترا كان بيطلق عليها الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس. كانت لها مستعمرات في كل اماكن العالم. طالما مستعمرات يبقى توسع. من اللي بيتكلم عن التوسع عندي هنا هو علم الجيوبوليتيك. اكيد مش الجغرافيا السياسيه اللي بتتميز بالثبات. ومش هستعيد المجد بتاعي عشان ادرس الجغرافيا الطبيعيه ولا العلاقات الدوليه. اذا عشان انجلترا تستعيد مجدها الامبراطوري هتركز على علم الجيوبوليتيك اللي اسسه رودلف فيكلين السويدي. السؤال اللي بعديه، أظهرت كتابات ابن خلدون
إن من أهم سمات النظام السياسي في العالم العربي في ذلك الوقت انتخابات، عصبية، كفاءة، الخبرة. انتخابات إيه في أيام ابن خلدون؟ النظام السياسي والانتخابي ما كانش موجود في الدولة الإسلامية في العصور الوسطى، استبعد. طب النظام السياسي كان بيعتمد على الكفاءات؟ لا، لأن النظام السياسي الدولة الأموية والعباسية والإخشيدية والطولونية ما كانش بيتكلم في كفاءات، كان بيتكلم في ذو الثقة، استبعدها. طب الخبرة؟ خبرة إيه؟ ده أيام ابن خلدون كان النظام السياسي وقتها القبيلة والمدينة، قبيلة يعني عصبية. يبقى النظام السياسي اللي كان في وقت ابن خلدون كان بيتكلم في الوقت ده عن النظام العصبية المتمثل في القبيلة والمدينة. 17، اختلف عن باقي علماء الجغرافيا السياسية في وجهة نظر الدولة، أرسطو، ابن خلدون، راتزل، رودلف كلين. من اللي اختلف من وجهة نظره بالنسبة للدولة؟ هل أرسطو اتكلم عن الثبات، ما اتكلمش عن استعمار، واتكلم عن مقومات؟ ابن خلدون دورة حياة، راتزل دورة حياة، رودلف كلين توسع. اختلف، انا مش معترض بالثبات، مش معترض بحدود الدولة، انا حدود الدولة بالنسبة لي هي التوسع على حساب الدول المجاورة، وده بتطبقه بعض الدول. اقول لكم، فيقول لك ايه، ان اسرائيل عندها بما يطلق عليه حلم النيل للفرات. ده انت كده بتاخدي، عايزه تاخدي بعلم الايه، الجيوبوليتيك. اي دوله تحاول تتوسع على حساب الدول المجاوره هو لا يعترف بوجود دوله، هو يعترف بوجود قوه، والقوه تؤدي الى توسع، والتوسع معناها انك مش معترف بحدود. يبقى رودلف كلين. 18، من اهداف الجغرافيا السياسيه الاتيه، تعتمد فيه الجغرافيا السياسيه على فروع الجغرافيا الاخرى بشكل كبير. هل دراسه الوحدات السياسيه؟ هل تحديد عناصر القوه والضعف في الوحدات السياسيه؟ تحليل التجمعات الاقليميه؟ التعريب بالمشكلات السياسية. الجغرافيا السياسية بتعتمد على فروع جغرافية تانية بشكل كبير. طيب هل الكلام ده لما أدرس الوحدة السياسية اللي الدولة، ولما أحدد عناصر القوة والضعف في الوحدات السياسية، ولا حلل التجمعات الإقليمية، ولا التعريب بالمشكلات السياسية؟ أنا عايز أستبعد، إحنا لازم ناخد من الكلام بتاعنا واستبعاد بعض العناصر، عشان انا كجغرافيا سياسيه اعتمد فيه على فروع الجغرافيا السياسيه الثانيه او فروع الجغرافيا بشكل كبير. انا مش هتكلم عن عناصر قوه وضعف للوحدات السياسيه، ده مبدا قوه. انا ادرس الوحدات السياسيه لوحدها بس اللي هي كدول، ولا تحليل التجمعات الاقليميه، ولا هعرف المشكلات السياسيه؟ اكيد انا مش عارف حاجه اسمها مشكلات سياسيه، انا اعتمد على التجمعات الاقليميه اللي الجغرافيا بتاعتي بتعتمد على فروع جغرافيا تانية منها المنظمات الاقليميه. اي من العلماء الاتي اسمائهم اقرب الى فكر الجغرافي الالماني؟ راتزل. طيب ارسطو، ابن خلدون، رودلف كلين، سيجفريد. اكيد هيكون ابن خلدون، لان الاثنين اتكلموا عن نشاه أو تطور حياة الدولة، اللي هي نشأة، ثبات، نضج، اضمحلال. المؤسسات التي يشترك أعضائها في صفة أو موقع أو خصائص بشرية تسمى منظمة دولية، منظمة إقليمية، أحلاف عسكرية، منظمة حقوقية. أكيد هتكون منظمة إقليمية، لأن بيشتركوا في صفة واحدة، زي ما بنتكلم مثلا عن جامعة الدول العربية أو الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الأوروبي، كلهم بيشتركوا في خواص واحدة. اهتم أرسطو منذ القدم بدراسة الكثير من جوانب الدولة، ولكنه تجاهل أهمية القوى العسكرية، هو اتكلم عليها في الجيش، القوى الديمغرافية
اتكلم عن عدد السكان. القوة الاقتصادية اتكلم عن اقتصاد الدولة. أكيد القوة التنظيمية، تجاهل القوة التنظيمية، يعني ما حددش عند الدولة رئيس ورئيس وزراء وإدارة وإلى آخره. هو تجاهل تماما في كلامه القوة التنظيمية. 22 يمكن تصنيف آراء العالم فريدريك راتزل على أنها تعبر عن الهدف الداخلي للجيوبوليتيك، الهدف الخارجي للجيوبوليتيك، النقيض لأفكار ابن خلدون، التطابق مع آراء أرسطو. لا، ده أنا صنفت آراء العالم فريدريك راتزل على أنها الهدف الداخلي للجيوبوليتيك. القوة الاقتصادية من أهم عوامل اللي بتساعد في قوة الدولة وزنها السياسي. وقد طرح هذا الموضوع في أي من الكتب السياسية التالية: هل كتاب السياسة وده بتاع أرسطو، مقدمة التاريخ وده بتاع ابن خلدون، جغرافيا السياسية اللي عملها فريدريك راتزل، ولا علم الجيوبوليتيك بتاع رودلف كلين؟ أكيد اللي اتكلم عن القوة الاقتصادية اللي تعتبر من أهم عوامل قوة الدولة وزنها السياسي كان كتاب السياسة بتاع أرسطو. 24 تتعدد مجالات الجغرافيا السياسية، ومنها ما يهتم بدراسة تغير الأنماط والنظم الاقتصادية اللي بتفرض على دول العالم النامي، وقد ظهر ذلك في بداية القرن العشرين، منتصف القرن العشرين، أواخر القرن العشرين، بداية القرن الواحد والعشرين. أكيد أكون أنت بتتكلم كده على العولمة، لأن التغير الأنماط والنظم الاقتصادية اللي بتفرض على العالم النامي ده كلمة العولمة، والعولمة ظهرت في التسعينات من القرن العشرين، يعني أواخر القرن العشرين. السؤال اللي بعديه 25، تشهد خريطة العالم السياسية تغيرات مستمرة على مر التاريخ، أي من التغيرات الآتية أكثر تعبيرا عن علم الجيوبوليتيك؟ اندماج دول مع بعض، اختلاف توزيع القوى العالمية، تكون علاقات دولية وتمزق أخرى، زيادة القوة الاقتصادية للدولة. هيكون الإجابة ب، اختلاف توزيع القوى العالمية، لأن توزيع القوى العالمية قوة في وقت وقوة في وقت آخر، وكل قوة تتوسع، إذن كانت متمثلة في علم الجيوبوليتيك. العالم دائم التغير بصفة مستمرة، ولا يوجد قوة في العالم ظلت مسيطرة إلى الأبد. واختلف توزيع القوى العالمية، ومن القوى التي اختفت بعد الحرب العالمية الأولى، ودي قلتها في بداية كلامي خالص، الاتحاد السوفيتي ولا الدولة العثمانية ولا الإمبراطورية الرومانية ولا ألمانيا. القوى اللي اختفت بعد الحرب العالمية الأولى هي الدولة العثمانية، لكن الاتحاد السوفيتي ده كان في التسعينات من القرن العشرين. يبقى عندي الآخر إمبراطورية سقطت في العصر الحديث كانت بعد الحرب العالمية الأولى، كانت الدولة العثمانية. يعد أرسطو أشهر من كتب في الجغرافيا السياسية، وقد سبق عصره، حيث سلط الضوء على أخطر مشكلات العصر الحالي، وهي المشكلة السكانية، من خلال دراسة عناصر الدولة المثالية، عدد السكان في الدولة، الموارد الاقتصادية، ولا العلاقة بين الموارد والسكان. اللي بيخلي عندي فيه مشكلة سكانية هي العلاقة بين الموارد والسكان. يعني احنا عندنا في مصر يقولك دايما باستمرار الموارد لا تنمو ولا تتقدم وأقل بكتير من الزيادة السكانية. مثلا بيقول لنا ايه؟ ان الزيادة السكانية قفزة الارنب، والموارد بقوة السلحفاء. فاحنا عدد سكاننا هنا كان ايام محمد علي 2 مليون او 3 مليون، نفس الموارد اللي موجوده عندك، نفس الارض الزراعيه عندك، وعدد السكان بقى 104 مليون. كده بقى في ازمه ولا فيش ازمه؟ اكيد في ازمه. هي الازمه متمثله في السكان. انا لو عندي سكان ويتم استغلال الموارد وعندي موارد كتيره، انا ما عنديش مشكله، لكن السكان لما بيزيدوا عن الموارد هنا تحدث المشكله الاقتصاديه. يبقى العلاقه بين الموارد والسكان. أثبت أرسطو مدى بعد نظره في السياسة ومدى تفوقه على غيره من العلماء، حيث وضع مفهوم الدولة المثالية وحدد لها خمس عناصر، وأحد هذه العناصر لم يكن موجودا في زمنه. العاصمة كانت موجودة، الجيش هو اتكلم عنها،
طب الحدود السياسيه والموارد الاقتصاديه، هو اتكلم عن الموارد الاقتصاديه، لكن هل كان في وقت ارسطو حدود سياسيه واضحه بين الدول؟ لا. يبقى اللي ما كانش موجود في وقته هو الحدود السياسيه. استغلت المانيا افكار راتزل بصوره خطا في توسعها الاستعماري على حساب الدول المجاوره ليها لتوسيع مجالها الحيوي، ومن هذه الافكار اعتبار الدوله كائن حي يكبر ويزداد. الخريطه السياسيه تشكلت نتيجه الصراعات، عوامل قيام الدوله ونهضتها، تحقيق الوحده والانسجام بين شعب الدوله. هنستبعد جيم ودال، لان المانيا اخذت مفهوم رز الخطا وبدات تتوسع على حساب الدول المجاوره واعتبرتها المجال الحيوي لها، يبقى اعتبار الدوله كائن حي يكبر ويزداد، ان هي مش واقفه عند حد معين وكنت بتكلم عليها دلوقتي. يعد رودولف كلين اول من استخدم مصطلح الجيوبوليتيك وعرفها بانها البيئه الطبيعيه للدوله والتي تعترف بالحدود القائمه بين الدول، ترسم صوره للدوله في الماضي والحاضر، تعتنق فلسفه القوه، تعترف بالحدود الثابته. احنا هنحذف اثنين، هنحذف الف ودال، يبقى انا عندي اثنين، ترسم تصور للدوله في الماضي والحاضر ولا تعتنق فلسفه القوه. طب انا عندي من ضمن الجدول بتاع الجيوبوليتيك يقول لك ايه؟ ترسم تصور لما يجب علي ان تكون الدوله. يعني هو بيتكلم عن المستقبل، ما اتكلمش عن الايه؟ عن الماضي. هو ما رسمش تصور الدوله في الماضي والحاضر، هو اعتنق بفلسفه القوه، لان القوه هي اللي تقدر تعمل توسع. تعددت مظاهر الاختلاف بين الجغرافيا السياسيه والجيوبوليتيك. فالجيوبوليتيك يرسم تصور لما يجب علي ان تكون الدوله في المستقبل، بينما الجغرافيا السياسيه هي هتكون رقم به مرآة للدولة تعكس صورتها الحقيقية. ساهمت أفكار فريدريك راتزل في إثارة أزمات أوروبية، ظهور علم الجيوبوليتيك، القضاء على مفعول ابن خلدون، التأكيد على صحة أفكار أرسطو. أكيد هتكون إثارة أزمات أوروبية، لأن الأزمات الأوروبية هي توسع ألمانيا على حساب الدول المجاورة. ساهمت التقنيات الحديثة في تطور الجغرافيا السياسية، ولكن أكثر هذه التقنيات اللي ساعدت على انتشار ظاهرة العولمة الاجتماعية هي تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. تشمل دراسة الدولة كمجال من مجالات الجغرافيا السياسية جانب دبلوماسي متمثل فيه، هيكون رقم دال، السياسات العامة للدولة وعلاقتها. يتشابه عبد الرحمن بن خلدون مع فريدريك راتزل في وصف للدولة بأنها في تطور مستمر، أن قوة الدولة نتيجة لقوة مواردها، تحديد عناصر الدولة، عوامل قوة وضعف الدولة هيكون ألف، إن الاثنين بيوصفوا تطور الدولة المستمر اللي هو ميلاد نمو وفاة أو نشأة ثبات نضج اضمحلال. فريدريك راتزل أول من وضع مؤلف علمي للجغرافيا السياسية، ووضع تصور الدولة على أنها مركب سياسي من موارد وسكان. آخر حاجة، تتشابه الجغرافيا السياسية مع الجيوبوليتيك في هل وصوم للدولة بأنها كائن ديناميكي، دراستهم الوحدات السياسية، رسم صور مستقبلية للدولة. كل ما سبق هيكون دراستهم للوحدات السياسية، الاثنين بيدرسوا الدولة. أن نمو الدولة يظل مستمر حتى تصل إلى مرحلة الضم أو الاندماج، وذلك بإضافة أقاليم صغرى إلى رقعتها الأصلية. تنطبق العبارة السابقة على أفكار كلين. اتفق فريدريك راتزل مع رودولف كلين في فكرة أن الدولة لابد أن تكون قوية يهابها الجميع، رقم جيم. 40، من أهم أهداف الجغرافيا السياسية دراسة الوحدات السياسية كما كان لها دور في ألف تعزيز الأمن الوطني والسلام العالمي. ومن هنا تنتهي أول حلقة من حلقات المراجعة بتاعتنا، ألا وهي الجغرافيا السياسية بعد انتهاء الدرس التمهيدي. وأشوفكم إن شاء الله على خير الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.